أهلا بكم. البداية مع العناوين. ميقات يلتقي ماكرون والإصلاحات محور المباحثات. الراعي من بعبدة فصل السلطات أساسي كما فصل الدين عن الدولة. وقفة تضامنية مع القاضي بيطار أمام قصر العدل. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.ly. البداية من الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا، حيث سيلتقي بعد قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي. وكان الإليزي أعلن أن نقاش خلال غداء العمل سيتمحور حول التدابير والإصلاحات الواجب تطبيقها وجدولها الزمني، كما سيتطرق إلى دور فرنسا والأسرة الدولية لمواكبة نجيب ميقاتي وحكومته في تطبيق برنامج الإصلاحات. إلى ذلك، يلقي رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة الساعة الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، وستنقل مباشرة عبر الأو تي في. وكان رئيس عون التقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي هو الأول بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة. إذ زار البطريرك الراعي الرئيس عون في بعبدة، حيث أكد أن الأمل كبير طالما لدينا حكومة وأشخاص فيها ملتزمون ومعروفون، فلا خوف على لبنان بأن ينطلق إلى الأمام، معتبرا أن البيان الوزاري حمل عناوين خطة عمله، ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة وما يعنينا أن نعمل لخدمة الوطن وجميع اللبنانيين. لكن بضم في شرط أساسي، أنه السياسيين ما يتعاطوا بشأن الحكومة، ما يتعاطوا بشأن الوزراء، ما يتعاطوا السياسيين بشأن العدالة، ما يتعاطوا الطوائف بشأن العدالة والحكومة. نحن بلد فاصل بين الدين والدولة من جهة، وفاصل كمان السلطات. ما فينا نمشي وكل واحد منا يتنطح بأمور ما بتعني. خلي كل حدا يشتغل محله. فصل السلطات، فصل السلطات. فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. شو معناها؟ معناها أنه نحن كرجال دين نحن نتعاطى القضايا المبدئية، شؤون تختص بالإنسان، حقوق الإنسان، خير المجتمع، خير الوطن، بس ما بندخل نحن بالأمور الضيقة لا بالتعيينات ولا بغير شيء، هذا مش شغلتنا. هيدا تعاطي مثل. والشي ذاته السياسيين يتعاطوا شؤونهم السياسية، ما لهم علاقة بالإدارة، ما لهم علاقة بالوزارة، ما لهم علاقة بالقضاء. هلا عم بخلينا نحن نتراجع في لبنان، هلا عم بخلي لا الحكومة تمشي ولا المجلس النيابي يمشي ولا العدالة تمشي ولا الأمن يمشي، لأنه التدخلات فاتت ببعض. الراعي شدد على أن لا رأي له في البيان الوزاري، بل هو شأن حكومي. أنا مبدئيا مش مطلوب مني وافق أو ما وافق، البيان الوزاري حمل العناوين اللي هو خطة عمله. نحن بنعطي الثقة الكاملة، لكن نحن ما يختص فينا، بنعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة، هي صار شغلها. المهم إنه بعد برجع بقول نحن ما يعنينا إنه كل شيء يكون لخدمة الوطن، كل الوطن، كل اللبنانيين، الإنسان اللبناني، كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، وعيش هذا الوطن بكرامة وباستقلاله وبسيادة وبحرية القرار. هذا بيعنينا نحن، وهذا مدافع عنه على طول. ورأى الراعي أن دخول صهاريج المحروقات الإيرانية هو انتقاص لسيادة اللبنانية. نحن معودين على الصبح والغفران، بس هذا ما بيغير شيء بقناعاتي. أنا حكيت عن السيادة اللبنانية، وأنا قلت هذا مش مسموح، أنه ما بعود في حدود بيننا وبين دولتين اللي سوريا، ومش مسموح يفوتوا صهاريج مازوت تحت سلطة أمنية جيش سوري وحزب الله. هيدا أنا سميتها انتقاص للسيادة اللبنانية، للكرامة اللبنانية، ومعنى ما في أي اعتبار للبنان. هيدا مش مقبول، أنا ما في يقبله.
الشيء بقول بالسوشيال ميديا او ما بيقولوا، انا هيدا ما بغير شيء بقناعتي. انا لبناني مؤمن انه لبنان عنده سياده واستقلال وكرامه لازم يحترم، هذا بطالب فيه باستمرار. وشدد الراعي على أنه يبقى للمجلس النيابي النظر في كيفية ممارسة الشعب اللبناني المنتشر حقه في الاقتراع. إلى ذلك عرض الرئيس عون مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة. نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار أمام قصر العدل في العدلية تحت عنوان طارق البيطار الحق يحميه والشعب يفديه. استقلالية القضاء أساسية وهي اللي منبني عليها إنه نكون بلد سيد حر مستقل، لا ولن نرضى لا لتطويع القضاة ولا للتعدي على القضاء. مين عم بيطوع القضاة؟ مين عم بيطوع القضاة؟ اللي بيجي وبيهددهم بنص بيتهم هون. شو ما كانت القضية القضاء ممنوع يندق فيه، شو ما كانت السيناريو نحن منرفض رفضا قاطعا وندين كل ما ومن يتعرض للقضاء. غازي كنعان إلى رستم غزالي وصولا إلى وفيق صفا، نهج واحد أسلوب واحد وقمع واحد، من اغتيال رفيق الحريري وصولا لتفجير المرفأ، جريمة واحد مجرم واحد ومحاولات واحدة لطمس الحقيقة. إن ما أقدم عليه حزب الله منذ أن بدأ مسار العدالة يأخذ مجراه في قضية تفجير مرفأ بيروت ينطبق عليه قول الإمام علي: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من فبركة سيناريوهات التلحيم وغيرها إلى الضغط من أجل تنحي المحقق العدلي فادي صوان وصولا إلى إرسال مندوب التهديد الخاص إلى قصر العدل لتهديد القاضي بيطار، يظهر جليا أن هذه الميليشيا الإرهابية تحاول بشتى الوسائل أن تدفن الحقيقة مستخدمة أساليب سوداء اعتاد عليها الشعب اللبناني. الانتخابات النيابية أبرز تعهد للحكومة، هل يطير المجلس النيابي اقتراع المغتربين بالكامل؟ هل تطير انتخابات المغتربين بالكامل؟ سؤال طرح اليوم بقوة بعدما تبين أن هناك تشاورا حصل بين الكتل النيابية في هذا الشأن. في العلن السبب يعود إلى صعوبات لوجستية ومالية، ولكن يبدو أن اعتبارات أخرى تطفو إلى الواجهة أيضا، أبرزها موقف الثنائي الشيعي من هذه الانتخابات كما يقال وسط القيود المفروضة عليهما في الدول الأوروبية والخليجية، ما يجعلهما غير متحمسين لها وسط عدم تكافؤ الفرص الحاصل. ولكن جولة على مواقف الكتل تظهر اللا توافق بعد على هذا الموضوع. مصادر التنمية والتحرير تؤكد حق المغتربين بالاقتراع، ولكنها تسأل إن كانت الظروف اللوجستية والتقنية والمالية تسمح بإجراء هذه الانتخابات. هذا الموقف الرمادي الذي لا يخلو من الإشارات السلبية يتوافق تقريبا مع ما قاله نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش للأو تي في، حيث أكد أن المستقبل مع حق المغتربين بالاقتراع، ولكن يجب محاولة إيجاد مخارج للعوائق وأبرزها العوائق اللوجستية المتمثلة بكلفة هذه الانتخابات. على المقلب الآخر يرفض التيار الوطني الحر جملة وتفصيلا أي مس بهذا الحق، فكيف نلغي أحد أهم الإصلاحات الأساسية والتي تطلب إنجازها عقودا من الزمن؟ أكثر من ذلك، أيعقل أن نلغي حق المغتربين بالاقتراع في هذا الظرف بالذات وهم بفضل تحويلاتهم استطاع لبنان الصمود طيلة الفترة الأخيرة؟ تسأل المصادر. على الخط نفسه تسير القوات اللبنانية، حيث تؤكد مصادرها للأو تي في أنها مع هذا الحق أسوة بكل شعوب العالم، ولكن على المغتربين أن يصوتوا كما فعلوا عام 2018، أي من دون تخصيص مقاعد نيابية لهم. كذلك يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن للأو تي في أنهم مصرون على انتخابات المغتربين، فهؤلاء رئة لبنان وجزء أساسي من المجتمع اللبناني ورافد للحياة الاقتصادية، وبالتالي لا يجوز أن يحرموا هذا الحق. في الأثناء تراقب الجمعيات المعنية بالانتخابات كل هذا المسار بقلق. اليوم أكيد في رفض تام لأي عملية سلب هذا الحق. بخوفنا
انه يصير في ضغوط ممارسه اكثر من قبل المرشحين والاحزاب على الناخبين الموجودين بالخارج، بالتالي فرض عليهم يجوا على لبنان حتى يقترحوا. هون عم نحكي عن زبائنيه سياسيه، وعم نحكي بطبيعه الاحوال عن خيارات الناخبين اللي ممكن هي تتحدد بحسب الجهه اللي بدها تجيبهم من الخارج على لبنان. هيدي كمان بيخلينا نفوت على فكره انه المرشحين اللي عندهم نفوذ اكثر والاحزاب اللي عندها نفوذ اكثر، اكانت سياسيه ولا ماليه، ممكن كمان تفرض او تضغط على الناخبين الموجودين بالخارج حتى يجوا على لبنان ويقترعوا، وبالتالي بينسلب هيدا الحق وتكافؤ الفرص. اي حجه لوجستيه بموضوع او ماليه كانت بموضوع عدم امكانيه اجراء الانتخابات لغير المقيمين بالخارج، انا هيدا بخوفنا كثير، بخوفنا انه هيدا الحجه ممكن تسرع على الانتخابات الموجوده بالداخل. عام 2018 اقترع المنتشرون للمره الاولى في بلدانهم مسجلين نسبه اقتراع جدا مقبوله بلغت 56.4% حينها، فهل يجوز اليوم العوده للوراء بهكذا اصلاح بدل العمل على رفع نسبه تصويت هؤلاء؟ في سياق آخر، التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس الأركان التركي يشار جولر في أنقرة من ضمن زيارة تهدف لتعزيز سبل التعاون بين الجيشين التركي واللبناني. وجرى استقبال العماد عون بمراسم عسكرية في مقر رئاسة الأركان، وعقب المراسم عقد قائد الجيش ورئيس الأركان التركي لقاء ثنائيا. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. احتجاجا على عدم تمكنهم من تعبئة باصاتهم بمادة المازوت منذ ما يقارب الأسبوع، وبعدما صار تسعيره بالدولار، صعد أصحاب الباصات من تحركاتهم في الشارع، حيث عمدوا إلى الاعتصام على جوانب الطريق عند جسر البالما عند مدخل طرابلس الجنوبي بمشاركة نقيب السائقين شادي السيد، الذي طالب الدولة بالوقوف إلى جانب العمال والسائقين الذين يعيشون ظروفا صعبة جدا. بالحقيقة نحن اليوم صاحبين الروزا واقفة عليهم تنكة الميزوت بالدولة، سعرها الوزير باللبناني واقفة ب 162 ألف، بالشركات بدو بيعونا إياها بفريش دولار. إنه كيف هذا بيجوز من الله؟ بقى توقف علينا 205,000 بدل نقل وبلا أجور ترمبة، هذا حرام. وزير سعرها باللبناني، وين الدولة؟ نحن بنقول للدولة انزلي مع شعبك. هدول شوفيرية ما بقى فيهم عم ياكلوا، عندهم طلاب مدارس، عندهم طلاب جامعات، كلهم ما فيهم عم ينقلون، مين مسؤول عنهم؟ لا الدولة غايبة عنا لهالدرجة هيدي. نحن هلا نزلوا اليوم بتصعيد، لا ميزوت في على المحطات، موجود بالشركات فريش دولار، لا بنزين موجود على المحطات، تطلعوا برات طرابلس كل شيء موجود، بس بطرابلس ما في شيء موجود. استلمت المديرية العامة للدفاع المدني مركز الإنقاذ البحري هبة مقدمة من حاكمية أندية اللاينز الدولية ومن جمعية أندية اللاينز في المملكة المغربية، وهي عبارة عن قارب إنقاذ مطاطي زودياك في مركز الوحدة الإقليمي في مرفأ جوني ميناء الصيادين، في حضور مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ونائب سفير المملكة المغربية المهدي بوعنان. ونواصل النشرة، نتابع النشرة بعد هذا الفاصل الثاني. في الأخبار الإقليمية والدولية، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن بلاده تدرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا من جانب واشنطن. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الولايات المتحدة تدرك أن المصالحة ستتطلب وقتا وعملا دؤوبا، ولن تترجم ببيانات فقط بل أيضا بأفعال. إلى أفغانستان، حيث قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة إن الحكومة قد تطلب المساعدة من دول صديقة للحصول على مقعد في الأمم المتحدة. وأضاف مجاهد في حديث لوكالة نوفوستي أن الدول القريبة من أفغانستان مثل قطر وغيرها من الدول التي دعمتها في الأوقات الصعبة يمكن أن تقوم بدور الوسيط أو تلعب دور صلة الوصل، ويمكن أن تساعد أفغانستان في الحصول على مقعد في الأمم المتحدة وهو حق لها. كما أعلن مجاهد أن طالبان لم تستلم حتى الآن رد الأمم المتحدة بخصوص تعيين سهيل شاهين كممثل دائم لأفغانستان في المنظمة الدولية.
في السعودية واحتفالا بقدوم الفورمولا 1 إلى جدة وفي اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، دخل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية موسوعة جينيس للأرقام القياسية ببناء أكبر مجسم سيارة فورمولا 1 من قطع الليجو، وبنيت السيارة باستخدام 500 ألف مكعب، فيما استلم الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الشهادة الرسمية لموسوعة جينيس للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بوصفه صاحب الرقم القياسي الرسمي. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.